يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك مكان معين لهذا الدعاء وهو حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله؟ هل إيش؟ هل هناك مكان معين لهذا الدعاء؟ هل يدعى به يقول شيء معين؟ مكان معين هو هذا دعاء، هذا رد على المنافقين الذين يلمزون الرسول صلى الله عليه وسلم في الصدقات ولا يرضون بما يعطيهم كغيرهم من المؤمنين. لو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، يعني كفايتنا ورزقنا عند الله سبحانه وتعالى، وليس رزقنا هو هذا الشيء الذي نعطى من الفيء أو من الصدقات. نعم، إن لم نعطى منها فإننا حسبنا الله، يعطينا الله سبحانه وتعالى. نعم.